أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني، هل كل أستاذ في الجامعة أهل الفتوى؟ هل كل أستاذ في الجامعة أهل الفتوى؟ نعم. يقول الشيخ صالح بالنسبة للفتوى، هل كل إنسان وصل إلى مرحلة يفتي أو وصل إلى أستاذية يفتي الناس عندما يسأل؟ على كل حال، الفتوى أمانة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها إلا عن علم وبقدر الحاجة، وإذا أمكن أن يحيلها إلى من هو أولى منه فإنه يحيلها، لكن إذا لم يمكن تعينت عليه الإجابة، فإن كان عنده جواب يثق منه فليجب به، وإن لم يكن عنده جواب فليقول الله أعلم لا أدري، ولا يستعظم كلمة لا أدري، فإن كثيرا من الأئمة يقولون إذا سئلوا عن شيء وهم لا يستحضرون جوابه في الوقت الحاضر يقول لا أدري، أو راجعني في وقت آخر، أو اذهب إلى فلان. أما أنه يجيب عن كل سؤال بدون تثبت وبدون روية بدون علم، فهذا خطر عليه وعلى من يسأله ويصدر عن فتواه، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في الفتوى إلا من عنده علم ومن احتيج إليه، مع التحرز مهما أمكن، وإذا لم يحضره جواب فلا غضاضة عليه أن يقول لا أدري ويؤجل الجواب أو يحيله إلى من هو أعلم منه. نعم.